السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات السلسلة الرمضانية. واليوم في فقرة وصفة في دقائق غادي نحضر مع بعض تحلية شرقية اللي كتجي لذيذة بزاف واللي هي عيش السرايا، وكذلك غادي نشوفوا طريقة تحضير القطر أو الشيرة اللي كتستعمل في العديد من الحلويات الشرقية. فأولا غادي نبدأ بتحضير الكراميل. كنحتاج كوب ونصف من السكر، كنضيف لهم نصف كوب من الماء وكنحركوا جيدا وكنخليه كيغلي فوق النار حتى كيصبح اللون ديالو عسلي. من بعد كنضيفوا ملعقه كبيره من الزبده وكنحركوا حتى كتذوب، ثم كنضيفوا كوب من الماء وكنحركوا الكل، وهكذا كنكونوا حصلنا على الكراميل. من بعد كنحتاجوا تقريبا ما بين 10 و 12 حبه من التوست المحمص اللي كنقطعوه على شكل قطع صغيره وكندخلوهم الفران حتى كيتحمروا، ومن بعد كنطحنوهم في الطحانه الكهربائيه. كنطحنوه شويه غليظ، ما نطحنوش بزاف، كنضيفوا عليه الكراميل اللي حضرنا وكنخلطوا الكل كيف ما هو موضح في الفيديو. ومن بعد كنفرغوا هاد التوست المحمص اللي ضفنا عليه الكراميل، كنفرغوه في صينية اللي كتدخل الفرن على هذا الشكل وكنضغطوا عليه مزيان، ثم كنخليوه شويه كيبرد وكيشد فراسو وكنمشيو كنحضروا الطبقة الثانية اللي غادي نحتاجو فيها لتر من الحليب. كنضيفو عليه 8 ملاعق من النشا و4 ملاعق كبيرة من السكر، كنحركو الكل جيدا. ملي كيبدا الخليط ديالنا كيغلى وكيتقال كنضيفو علبه ديال قشطه قيمر او القشطه الطازجه وملعقه كبيره من ماء الزهر وكنحركو الكل جيدا، ثم كنطفيو النار وكنخويو هاد الخليط على الطبقه الاولى ديال التوست والكراميل. كنخويوها وهي سخونه وكنخليوها شويه تبرد، من بعد كندخلوها الثلاجه لمدة 3 ساعات باش كتشد مزيان فراسها. وفي هذه المدة هذه كنمشيو باش نحضروا القطر او الشيرة. وبالنسبة للقطر غادي نحتاجو 2 اكواب ديال السكر، كنضيف عليهم كوب من الماء زائد ملعقة صغيرة من عصير الليمون وكنخليوه فوق النار لمدة 10 دقائق بالضبط. يعني كنديرو تايمر يعني باش نعرفوا شحال المدة اللي احنا خليناه فوق النار، وكنحركو في البداية حتى كيوصل درجة الغليان وحتى كيبدا السكر كيدوب، من بعد صافي كنحبسو التحراك ما كنبقاوش نحركو حتى كتكمل هذيك 10 دقائق. ومن بعد كنطفيو عليه النار ويمكن لينا ننكهوه سواء بالقرفة او بماء الزهر او بالفاني. انا هنايا نكهتو بالبقع قلة او بالهيل، يبقى لكم الاختيار. يمكن لكم كيف ما قلت تضيفوا شويه القرفه عويه ديال القرفه، او يمكن لكم تضيفوا شويه الماء ديال الزهر او سكر الفانيلا باش كتنكهوا هاد القطر. هذا كيبقى لكم كامل الاختيار. ومن بعد ما كتمر 3 السوايع وكتتماسك لنا الطبقه الثانيه ديال الحليب والنشا، كندهنوا الوجه ديال عيش السرايا ديالنا بطبقة ثالثة من قشطة قيمر وهي اختيارية، يمكن لكم ما ديروهاش. وكنزينوا الوجه بالفستق والفواكه الجافة المهروسة أو المجروشة حسب الرغبة. ومن بعد في وقت التقديم كنسقيوها بالشيرة وكنقدموها بالصحة والراحة، تقدم باردة بطبيعة الحال. كنتمنى الوصفة تكون نالت إعجابكم وتجربوها، وكنضرب لكم موعد غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات السلسلة الرمضانية. أما الآن فكنخليكم مع باقي الفقرات.
على نهجك مشيت بدربك مطيت نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت. موضوعنا اليوم هو عن المساعدة، فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حديث جميل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة لمعاني الخير، فيه الكثير من المعاني ومن الحكم. فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وقد جاء في حديث آخر: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذه الجملة جامعة، أي أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس بأي شيء كان يمكن أن ينفعهم به. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم فتنفعه ولو بابتسامة تؤجر عليها، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، أو تكشف عنه كربة فتدعمه وتسانده نفسيا وماديا على قدر استطاعتك، وكل ذلك بأجره عند احتسابك الأجر. كما سبق لنا تكلمنا في حلقة الأمس في موضوع الاحتساب أو تقضي عنه دينا، فهذا كذلك يعتبر من باب كشف الكرب. فإذا كان واحد الإنسان تدين منك واحد المبلغ من المال لحاجة ماسة، كان في واحد الحاجة في واحد الحالة مستعجلة وكان واقف على هذاك المبلغ، ويعني لشيء ضروري، ماشي بحال كيف ما بعض الناس اللي كيستدينوا المال من أجل أشياء غير ضرورية ومن أجل كماليات أو أشياء يمكن أن تؤجل، فهذا شيء آخر. أما الناس اللي كيحتاجوا المال من أجل شيء ضروري ومستعجل وما عندهمش باش يعني أنهم يقضيوا هذيك الحاجة كمرض لا قدر الله أو شيء من هذا القبيل، وكان الإنسان فعلا محتاج واستدل منك واحد المبلغ ولكن ما قدرش أنه يرجع لك المبلغ لأن الحالة ديالو لا تسمح، وكل شيء يعني قدامك يعني كتشوف الحالة ديالو أنه فعلا ماشي في الاستطاعة ديالو أنه يرجع لك هذاك الدين، وقدرتي أنك تسمح ليه فاسمح ليه، ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إلا كنتي ميسور ويمكن لك تستغنى على هذاك المبلغ فاستغنى عليه وعفيه من هذاك الدين، ولك الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك إلا كان شي إنسان اللي هو متدين أو لا عنده دين عند شي واحد آخر مسلف مع شخص آخر، كذلك لظروف قصوى لظروف قاهرة وما قدرش أنه يرجع هذاك الدين، وكان بإمكانك وباستطاعتك أنك تقضي عليه هذاك الدين، فلك الأجر والتواب من عند الله سبحانه وتعالى، لأنك كتكون كشفتي عليه واحد الغم وواحد الكرب واحد الضيقة كان فيها، واحد الضيق واحد الهم كان فيه، ولك أجر عظيم من عند الله سبحانه وتعالى. وأن تطرد عنه جوعا، فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعانا وجاره جائع. ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا،
والحكمة في هذه الجملة هي أن أداء النوافل، النوافل هنا ما كنتكلموش على الفرائض، الفرائض في مكانها ما كيحل مكانها حتى شي حاجة أخرى، فرائض هي فرائض، ولكن النوافل أداء النوافل النفع ديالها يقتصر على النفس فقط. يعني انا الا غنصلي واحد النافله او غادي نصوم واحد النافله فهي كتكون يعني شيء مستحب، والاستفاده فيها كتكون لطرف واحد، شخص واحد هو اللي كيستفاد في هذه الحاله، هو الشخص اللي كيؤدي هذيك النافله. اما في الحاله ديال المساعده فهنا كتكون المنفعه للطرفين، كتكون بهكذا كتنفع هذاك الانسان وكتعاونه وكتخرجه من واحد المأزق هو فيه، وفي نفس الوقت حتى انت كتستفد وكيكون لك الاجر والثواب. فهنا كاين اجر او لا منفعه مزدوجه، في حين ان اداء النوافل فكتكون فيها منفعه لطرف واحد هو الطرف اللي كيقوم بهذيك النافله، اما المساعده فكتكون فيها المنفعه للطرفين، كتنفع بها شخص وكتنفع بها نفسك كذلك لانك كتاخذ الاجر والثواب. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انني لان امشي مع اخي في حاجه احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه إلى آخره. فهنا كاين الحديث على الغضب وكظم الغيظ كذلك، لأنه فيه منفعة للنفس وللغير، وغادي نتكلموا بالتفصيل على موضوع الغضب في حلقة قادمة بإذن الله. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الإنسان كيعمل وكيتعب وكيدير حسنات وكيدير الخير وكيدير بزاف الحاجات، ولكن إلا كان سوء الخلق فهو كيفسد كل شيء، كيفسد وكيبطل العمل. فنحرصوا على اننا ما نبطلوش الاعمال ديالنا بسوء الخلق، ونحاولوا نتحلوا بحسن الخلق لكي لا نكون من مفلسي امتي محمد، اللي غنتكلموا عليهم في حلقة قادمة بالتفصيل بإذن الله. وأسأل الله تعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله. سؤال اليوم هو: من هو الذي آمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث رسولا؟ فخليوا الأجوبة ديالكم في التعليقات باش تشاركوا في المسابقة ويدخل الاسم ديالكم في السحب. لمزيد من التفاصيل غادي نخلي لكم الرابط ديال فيديو الإعلان عن السلسلة والمسابقة الرمضانية في صندوق الوصف بالنسبة اللي ما شافوش. كنتمنى أن حلقة اليوم تكون راقتكم ونكون خفيفة على قلوبكم، ونشوفكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. إلى اللقاء.